القبائل. القبائل يا أركاد. أية قبائل يا فرناندو؟ هوادة وكتامة وزنانة وصنهاجة. هذه القبائل الوثنية لن تمانع في الخروج معنا لملاقاة المسلمين. أنت تدري يا فرناندو أن أكثر أهل هذه القبائل قد دخل في طاعة المسلمين. فليخرجوا، ما أسهل أن يرغموا على الخروج. إن أردت مشورتي يا فرناندو لا أرى إلا أن تنتظر لحين عودة سيد الكونت. أنتظر أنتظر أنتظر، كرهت الانتظار هذا، فإن عظام جدي وآبائي تحت قدمي هذا العجوز وتقول انتظر. 60 عاما مضت من يوم قتل جدي جريجيوس بيد ابن أبي السرح بجوار تونس. بعدها قتل ابن نافع أبي، وقتل ابن النعمان أعمامي. ما بقي إلا أنا والنسوة نسمع صرخات آبائنا طالبين لهم الثأر طوال ليلنا ونهارنا، وبعدها تطلب مني أن أنتظر. إلى ما يا أركان؟ إلى ما؟ ربما لم يقتل أهلك جميعا بيد هؤلاء العرب فلا تحس بما أحس. 60 عاما من الموت على كاهلي، أتفهم؟ أردت إلا نصيحة لخوفي من خوفك. تخاف علي؟ أم على جيشنا؟ أم على الكنت؟ أنت لا تخاف إلا على نفسك يا أركاد. أنا لا أعرف ماذا حدث لك، ماذا فعل لك هؤلاء المسلمون ليركبك الخوف هكذا؟ أنت صاحب الكلمة هنا يا فرناندو، ولكن حذاري، فأنت بطريقك لملاقاة قوم مختلفين عمن أغرت عليهم في الحصون. انتظرني هنا يا أركاد، وسعود لك بعجوزهم هذا لتقتله بنفسك حتى أزيل عنك الخوف يا أركاد. لبيك يا أمير المسلمين. مر الرجال بقطع كل ما يصادفونه من جذوع الشجر هنا. أنبني مراكب نعبر عليها؟ لو كان باستطاعتنا بناء مراكب ما تأخرنا، سنصنع أطوافا من جذوع الشجر والنخل. أطواف؟ نعم، لا تفغر فاك هكذا. هذه أسرع وسيلة، وربما كانت أخطر وسيلة أيضا، ولكن لا بد للمضطر من ركوب الصعب، لا بد من ركوب ظهر هذا النهر يا طريف. تفرقوا في الشعاب بدينكم وبنيكم، تفرقوا يا رجال زنانة، يا رجال زنانة، لا يرغمكم أعداء دينكم على الارتداد عنه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أتى يوم الخلاص فارجعوا، أتى يوم الخلاص فارجعوا. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم. ارجع لدين اباك واجدادك، والله لن نرجع، لن نرجع بعد ان مضى الله علينا بالهدى. Thank you.
إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اللهم ربنا يا رب العالمين. السلام على الأمير. وعليك السلام. تأخر ولدنا عبد الله. إذا أراد الأمير أرسل له من يستعجله. أرسل له من يستعجله، وأرسل إلى الشاطئ الآخر من يستكشفه. سمعا وطاعة أيها الأمير. من أتى إلينا يا طريف؟ فارس لم أره قبلا أيها الأمير. أين القائد؟ لماذا تدعو القائد أيها الفارس؟ بل يدعوه الله لنصرة دينه والدفاع عنه. إن كانت دعوة لله فأنا القائد. لا قائد علينا إلا من أمنا تحت رايته. صدقت. أينقصك الأمان تحت رايتي أيها الفارس؟ ينقصنا كل شيء إلا إيمانا بالله والرسول. والله ما نقصكم شيء بعدها. وإن أكرهنا على الرجوع عنه. ماذا قلت؟ قلت إن القبائل في طريقها إليكم أيها القائد، بعد أن أرغمت من أسلم على ترك داره ومن ضعف على ترك ديني. أية قبائل وأي مسلمين؟ سيدي القائد، أربعة من القبائل تتجه الآن إليكم يتقدمهم الرومان. الرومان والقبائل مرة أخرى؟ وأين من فر بدينه من المسلمين؟ تركتهم في الصحراء ينتظرون. ينتظرون؟ لابد من حماية من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في بلادنا نحتاج السيف ليحميه. من أنت أيها الفارس؟ أنا طارق بن زياد الليثي. من أي القبائل أنت يا طارق؟ من زنانة. وحق من آمنت به وفررت حماية لدينه، لأكرهن من أكرهوكم في ديارهم، ولأخرجن من أخرجوكم من أرضكم، ولتعلون كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله على أرضكم إلى يوم القيامة. الله أكبر. Thank you.
المسلمون، أين عجوزكم؟ إذا كان لكم قائد فليخرج إلي. أنا فرناندو، هل تسمعني يا أميرهم؟ أدعوك لمبارزتي. إن كنت لا تستطيع فانصرف بجيشك من بلادنا. أليس لكم قائد عجوز؟ لم تتجاوز 70 بعد، أم يخشى أميركم مقابلتي؟ عبد الله، دعه للعجوز يا عبد الله، لا تلوث يدك بدمه يا أبي. مرحى أيها العجوز، أقبل. لن تنطقها ثانية يا عدو الله. قلت لك دعه لي. اليوم تهدأ أرواحكم أيها الآباء، أتى يوم خلاصنا. ما فعلتها من قبل يا أبي؟ طلب لقاء العجوز فحق له أن ينازله يا عبد الله. لا تخش على أبيك يا ولد. دعوت الله أن يمن علي بإحدى اثنتين، بالشهادة في سبيل الله أو الموت عند قبر رسوله. فإن كانت الشهادة فكن بعد أبيك، واعلم بأن الله من عليه بما تمنى، وإن انتصر فأنت ابنه. والله لن يخزيك الله أبدا يا أبي. 60 عاما من الموت أطرحها الساعة عن كاهلي. تقدم أيها العجوز، فطالما حلمت بلقائك. لن يبصر سيف المسلم ما دام يضرج بدم المسلم. دم المشركين على سيفك، قميص يوسف على وجه يعقوب، بعدها يرتد بصيرا. أحقا آن له أن يبصر يا أبا أيوب؟
أيكون دم هذا الرومي هو قميص يوسف؟ أيروى ظمأك بدم هذا الرومي يا سيف موسى؟ لن يبصر سيف المسلم ما دام يضرج بدم المسلم. دم المشركين على سيفك، قميص يوسف على وجه يعقوب، بعدها يرتد بصيرا. الله أكبر، لا إله إلا الله، 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 الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، 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 الله أكبر. تعال يا قميص. لا تقتلني، أستحلفك بربك. ليتك تعرف ما استحلفتني به يا عدو الله. أبقى علي فداء لابن أخيك وكبير قوادك. من؟ ابن أخيك وكبير قوادك عندي في الحصن. أبقى على حياتي فداء لهما. أتوسل إليك أيها الأمير. يا عبد الله، خذ هذا الغر الأحمق لترسله إلى القيروان. كان أفضل لك مقاتلتي، فلم يخلق من ينازل ابن نصير يا أحمق. أمامي. يا ابن زياد، هؤلاء من أكرهوكم وأخرجوكم من دياركم، إما أن يستسلموا أو فلنروي بدمائهم أرضا ستسبح باسم الله إلى ما شاء الله. أعز الله الإسلام بك يا ابن نصير. يبصر في السبعين يا معلمي، يبصر في السبعين يا أبا أيوب. على أبواب طليطلة يا فلوريندا. أخيرا يا أبي، نحن على أبوابها. ألا يسرك وصولنا؟ بل لا يريحني. لما؟ لما لا يريحك يا ابنتي العزيزة؟ لا أدري يا أبي، كنت في شوق لها وأنا في سبتة، أما الآن فقد خبى الشوق. أعرف ما يكدر صفوك يا ابنة العزيزة، إنها تلك العجوز زوجة العراف، ولكن لا عليك، ربما يكون طول الرحلة قد أضناك، أليس كذلك؟ هاجس يهتف بي أنه علي أن أعود. تعودين؟ فلوريندا، ماذا يقول الإمبراطور؟ وماذا يقول الأمراء والحكام؟ فلوريندا ابنة الكونت خوليان ترفض العيش في قصر الإمبراطور؟ وماذا وراء ذلك؟ لا عليك يا أبي، ليس أكثر من هاجس أو خاطر خطر لي. إنني لم آتي بك لأكدر صفوك يا فلوريندا، أرجوك أنطف هذه الهواجس من رأسك وابتسمي. هذه طليطلة تفتح ذراعيها لاستقبالك، هيا ابتسمي. ما
رودريجو؟ نعم يا أبي. أعددت نفسك؟ وأعددت جيشي أيضا يا سيد الدوق. أتعرف ماذا أنت فاعل يا ولدي؟ فليعلم أبي وسيدي أنه حان الوقت لأعتلي عرش طليطلة. من قال لك إنني أريد أن أعتلي العرش يا رودريجو؟ عفوا يا أبي. لا مكان للعفو. قلت إنك تعرف ما يجب عليك فعله، فإذا بك لا تعرف. أترى هذين الحجرين؟ أرى عينيك يا أبي. كانتا عينين مثل عيني ذلك الجالس على العرش هناك في طليطلة، مثل عيني من سملهما وذة. أتعرف كيف سمل وذة عيني أبيك؟ تأكد يا أبي. لن أتأكد قبل أن تعود إلي وتضع عينيه في كفي هذه. هذا هو العرش الذي أبغيه، عينا من فقع عيني، أتفهم؟ لن أعود إلا بهما يا أبي. أتعرف كيف تفقع عيني كما فقع عيني أبيك؟ لن يصعب علي أن أحول عيني إلى حجرين يا سيد الدوق. ولكن يصعب عليك احتمال الألم الذي احتمله أبوك، بل لا تستطيع حتى أن تتخيله. اركع اركع. هدروني هكذا. ركعت وإذا بهم يأتون بسيخ من نار يحول العالم كله إلى جحيم أراه وأحس به. وبعدها لم يرى أبوك إلى هذه الساعة، ولن يرى إلى الأبد يا رودريجو. أبي، تستغيث بأبيك ولم تلمسك إلا أصابعه. أبوك لم يجد أبا ولا ولدا ولا أخا يستغيث به. لم يغث أحد في الدنيا كلها حين اخترقت النار عينيه يا ولدي. أصبح لك من سمع استغاثتك يا أبي. أرجو أن يكون قد أحس أيضا بما دفع أباه للاستغاثة. وأقسم لأجعلن بويزة يحس بما أحسست ويستغيث فلا يغاث. انطلق ولا تودعني. هيا. منطلقنا الآن لساعتي، وليس أمامي إلا أحد أمرين: إما أن تصبحي زوجة الإمبراطور رودريجو، وإما أن تصبحي أرملته. إما أن أصبح زوجة الإمبراطور، وإما أن أنهي حياتي بنفسي. ماذا؟ تنهين حياتك بنفسك؟ بدلا من أن تنتهي على يد أعدائك يا رودريجو. بل أريدك إلى جوار أبي. لو قتلت يا إيجيلونا، أفضل أن أموت إلى جوارك بدلا من أن أعيش ولو إلى جوار أبيك. بل ستعيشين، أقسم لك أنك ستعيشين، وستعتلين عرش طليطلة، إمبراطورة على عرش طليطلة. أتحبني يا رودريجو؟ ما دامت عيناي لم تقع على أجمل منك فأنا أحبك. لو رأت عيناك من هي أجمل مني لسملتهما بيدي هاتين. ماذا؟ هل كتب علينا أن تسمل عيوننا للأبد يا إيجيلونا؟ أعتذر يا زوجي الحبيب، ما قلتها إلا لفرط حبي وغيرتي عليك. رودريجو، أما زلت تناجي زوجتك يا رودريجو؟ تتأملها بعينيك الجميلتين وتتأملك بعينيها الأجمل. دعيه يذهب، وإلا
لن تجدي عينيه بعد الآن لتتأمليهما. لا تنسي يا رودريغو، سيرتد إلي بصري لو فقأت عيني ويتزع. عرشكم فلوراندا. لماذا تأخرت عن طلاقنا ابنتك الجميلة يا خوليان؟ سيد الإمبراطور، لا يخفى عليك سبب استبقائها حتى هذه السن. النبوة لا ضير، وإن كنت لا أفهم كيف يسكب الدم مرتين يا كونت. لا عليك لا عليك، أين الشذانقات؟ تنتظر إذن مولاي بالمثول بين يدي. أرجو أن لا تمثل بين يدينا بلا أقفاص. أدخلوا الشذانقات، واستدعوا كبيرة الوصيفات. هاتها هنا أيها الحارس، هاتها. جميلة عيناه، جميلة حقا يا خوليان، أجمل ما يأتي إلي من عندك. كيف حال من عندك يا خوليان؟ بخير؟ ما جئت إلى مولاي إلا لأزف إليه كل الخير. أسمعني إذن، ما جئت لتزف إلي من بشرى؟ لم يعد للمحتلين وجود على أرضنا يا سيد الإمبراطور. ماذا؟ هزمنا المسلمين وطردناهم من بلادنا. من يدعون أنهم أصحاب رسالة؟ هم يا مولاي هم. لم يبقى أمامنا الآن إلا القيروان، عاصمة ملكهم، وحال عودتي يقتحمها فرناندو قائد جيوشكم وخادمكم. دعه يدخل يا طريف. لا تركع لغير الله أيها الأسير، ألا تفهم؟ بل ينعقد لساني دهشة يا سيد الإمبراطور. الإمبراطور كانت رباب أكثر اعتدالا حينما أطلقت علي لفظ الأمير. أيأمر سيدي بعدم الركوع؟ بل يأمرنا ديننا. استقم. ألا يأمركم دينكم بافتداء الأسرى يا سيدي؟ كان عليك أن تناقش هذا الأمر مع الأمير هناك. لم يستجب لي الأمير يا سيدي. أقسمت له أن هناك في برج الحصن أسيرين، أحدهما ابن أخيه والآخر كبير القواد، ورجوته افتدائي بهما، ولكن رفض سماعي. ابن أخ للأمير وكبير القواد؟ نعم أقسم لك يا مولاي. ما اسم هذين الأسيرين أيها الأسير؟ لا أذكر يا سيدي، ولكنهما اعترف لي بحقيقة أمرهما هناك في سبتة،
ليس من أهل هذه البلاد. صدقني يا سيدي، أسرتهما من هنا، من جوار القيروان هذه. نحمد الله أن من علينا بابن عمومة هناك في سبتة. خدعت فلا تحاول خداعنا. أقسم لك يا مولاي إني لا أخدعكم، فلترسل معي من يعود لكم به، أو فلأكتب رسالة إلى حاكم الحصن ليبعث بهما لكم. لسنا في حاجة إلى رسالة ليفرج عن أسيرين مسلمين. سيعرف الأمير موسى كيف يفتح حصنكم بأكمله، وساعتها يقرر ماذا يكون شأنك. هيا اذهبا به. أقسم لك يا سيدي إني أسرتهما من هنا، من جوار القيروان. أحد رجالكم يا سيدي أسرتهما من هنا. صدقني قال الأكبر إنه رئيس الحرس وكبير القوات، وقال الأصغر إنه ابن أخي الأمير. أحدهما ضخم الجثة والآخر يصغره حجما وسنا. أسرتهما من هنا، من جوار القيروان. عربيان من رجالكم يا سيدي. ترك الأمير ابن أخيه وقائد جيشي في السجن، أسيرين في سبتة ولا يفتديهما. يكونان جنديين عاديين ادعيا أنهما على صلة بالأمير. أمن الممكن؟ ليس هناك تفسير لما يقول هذا الأسير إلا ما ينبلج في رأسي من احتمال. ماذا قلت؟ عبر النهر ثم توغل في الصحراء حيث هذه البلاد، خوفا من بطش رجال عبد العزيز. أتي القيروان ثم هرب منها بعد علمهما بقدوم الأمير موسى إليها. قابلهما جيش الروماني هذا، أسرهما. نعم هذا ما حدث يا سعيدة. ماذا قلت يا بنيتي؟ ماذا سيحدث لو كان خالدا وقيس، واستولى الأمير موسى على الحصن وظفر بهما؟ ماذا سيفعل بهما وقد أهدر أولاد مروان دمهما؟ قلبي يحدثني أن من بالحصن هما خالد وقيس. ويحدثك قلبك إذن أن هذا الأسير صادق فيما يزعمه؟ لم يكذب قلبي قط. ليتني أستطيع أن أستنطق هذا القلب ولو مرة واحدة. جئت لأسألك المساعدة والعون. لا أعينك على خاطن ربما أودى بك يا رباب. لا تعينني على البحث عن أخي، ولا تعمل على حمايتي لو ظفر به الأمير، ولا تصدق أصلا ما أقول، وتود لو جعلت قلبي ينطق مرة واحدة. كيف؟ كيف يا ابن الأمير؟ على ما يدل صمتك؟ لا تريد مساعدتي أم لا تريد أن ينطق قلبي؟ أريد أن أريحك فقط يا رباب. لو كنت أرتاح لصمتك لارتحت من سنوات. ترتعد هكذا؟ لا بأس عليك من امرأتي فلا ترتعد هكذا. هل طلبني سيد الحاكم؟ لم يطلبك. لما أرسلك إذن؟
أحان موعد الرحيل؟ لم يرسلني أحد، ولم أتيك لترحل أنت إلى بلادنا التي تخشى الرحيل إليها. لما أتيت الآن إذن؟ لأرحل أنا إلى بلادكم إذا صدق ظني فيما قلت. أي قول قلته يا سيدتي؟ هلا وصفت لي الأسيرين صادقا؟ واصدقيني القول أنت أولا، ألم يفقد الأمير ابن أخيه وقائد جيشه؟ اخبريني بربك. لا أيها الأسير، بل فقدت أنا أخي ورجل أحبني حتى الموت، حتى الموت في بلاد لم يسمع بها. ملابسهما عربية، يرتدي كل منهما صدارا من الوبر، أليس كذلك؟ نعم. للضخم نطبة غائرة أعلى حاجبي. إن كان من تصفين أخاك ورجلا أحبك حتى الموت، فهما من يسجنان الآن في سجن سبتة. سجن سبتة؟ أين هذا السجن؟ في سبتة على الساحل يا سيدتي. على الساحل؟ أرجوك يا سيدتي أخبري الحاكم شأنهما وبأنني صادق، حتى يفتديهما بحياتي وعودتي. الحاكم يجد في طلبهما لقتلهما كما جد في طلبك أيها الأسير. لن أفتدى بهما إذن. سعيدة، سعيدة، هما يا سعيدة، أنا لن أرحل إلى. تموتين، تموتين الساعة يا سعيدة، تنتظرين طوال العمر أن تأتي هذه اللحظة، عندما تدق اللحظة. ما لك لا تجيبين؟ لماذا فضلت الرحيل عن الدنيا بينما أدعوك للرحيل حيث أخي وصاحبه وخلاصنا؟ تمنيت أن أعرف معنى لانتظارك هذا العمر كله، وبعدها لا نراك، تنتظرين الموت. أنا راحلة أنا الأخرى يا سعيدة، ربما لحقت بك لأثأر لأبوي وزوجك. سألحق بك يا سعيدة إذا لم يوفقني الله فيما أنا راحلة إليه. تلبس ملابسك، آن لك يا بصري أن تتقمص جسد ابنتك وتضرب بحثا عن ولدك في أرض لن ترها عينك ولن تطأها قدمك. Thank you.
أصبحت اليوم يا سعيدة. سعيدة، سعيدة. سعيدة. لم تصبح يا سعيدة. أمسيتي ولم تصبح. إن لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رحمك الله يا سعيدة وغفر لك. رباب، رباب، ماذا حدث؟ أين ذهبت؟ هربت. عبد العزيز، أريد أن أعرف أين ذهبت ومتى. بحثتم عنها في كل حجرات الدار؟ بحثنا يا ولدي، لم يترك الحراس مكانا إلا أشبعوه بحثا. كيف تخرج امرأة من باب القصر ولا يمنعها الحراس؟ يا ولدي، أقسم الحراس وأقسم كبيرهم إنه لم تخرج فتاة من أسواري. أنا لا أعرف كيف تترك سعيدة وقد فارقت الحياة وتهرب. بل تعرفين يا أم عبد الله، ذهبت تبحث عن أخيها. طريف، يا طريف، هل سألت الأسير؟ نعم يا أمير، قال إنها سألته وتأكدت من أوصافهما. ذهبت إلى حيث لا تعود. لا أفهم أي قوة تتسلط عليك يا رباب. ماذا تنتظر يا طريف؟ أمرك أيها الأمير. إياك أن يصيبها ما تكره، أفهمت؟ أنا أعود بها يا مولاي. لا تكرهها على شيء، أريد فقط حمايتها والسهر عليها طوال رحلتها. أمرك أيها الأمير. لأي طريق تذهبين يا رباب؟ طريق محفوف بالمخاطر تمنيت أن أصحبك خلاله. لا أعرف لماذا أصر الأمير موسى على أن أجلس هنا في مجلس هذا. عبد العزيز، دعي عبد العزيز وشأنه. عفوا يا أماه، أنت تعرفين أين عقل ولدك الآن وأين قلبه؟ تنتوي الرحيل يا خليل؟ سيد الإمبراطور، نالت ابنتي شرف المثول بين يدي جلالتكم والعيش في بلاطكم، وربما نالت شرفا ثالثا يا خوليان. غمرتنا بعطفك يا سيد الإمبراطور. لن ندع كل هذا الجمال يفلت من بلاطنا إلى الأبد. شرف عظيم قد لا نستحقه يا مولاي. في المرة القادمة ربما تحضر زفافها. وربما عدت إلى جلالتكم بخبر سقوط القيروان يا مولاي. سقوط القيروان لا يحتمل التخمين بل القطع يا خليان. المرة القادمة أرجو أن تنصب حاكما على أفريقية كلها. تأتي إلي وأنت حاكم للقيروان. بفضل مولاي وعظمته. هل ينقصك ما يعينك على المسلمين؟ لا يا سيد الإمبراطور، بعثوا إلينا بأمير عجوز يعيننا بنفسه على هزيمته. بعثوا بأمير ينشر دينهم الجديد فإذا به يقضى عليهم. ظنوا أننا سنتركهم ينشرون هذا الدين الجديد. لم يشجعهم على ذلك إلا روما وبيزنطة ودولة الفرس يا كنت. تركوا لهم أرضهم ينهبونها فظنوا أننا كذلك. لسنا بلهاء، أليس كذلك؟ لسنا بلهاء. سيدي الإمبراطور، ماذا تريد أيها الأبلة؟
رسالة من القائد أرطباش يا سيدي الإمبراطور. رسالة من ولدي أرطباش؟ ماذا تقول يا أرطباش؟ أرجو ألا تظن بأبيك البلاهة، فلست ملكا على روما أو بيزنطة. الموندو! الموندو! لبيك يا سيد الإمبراطور. بل لبي استغاثة أخيك يا كبير القوات. ماذا تقرأ؟ هجم هذا المارق رودريغو على جيوشنا دفعة واحدة، يتبعه المنشقون علينا، وانضم إليه القائد الخائن تيودومير. أعرفت ما بالرسالة؟ سيد الإمبراطور، سيدك الإمبراطور يريد هذين المارقين مكبلين بالأغلال لأسمل لهما عيونهما بنفسي، فهمت؟ رودريغو وتيودومير الخائنين معا. تيودومير. لبيك يا سيد الإمبراطور. لقبتني بالإمبراطور ولم أعتلي العرش بعد يا تيودومير. لثقتي في انتصارك واعتلائك العرش يا سيدي. ما بقي إلا خطوات وتعتلي العرش. الليلة موعدنا يا طليطلة. لماذا غدرت بويتز يا تودومير؟ أرغمني على الغدر به يا مولاي. كيف؟ ضعف فاستحق الغدر. وكيف عرفت بضعف؟ ظلم وعمي عن ظلمه، فعرفت أنها بداية النهاية. وبداية البداية لي؟ لو لم تكن أنت لكان غيرك. أتغدر بي كما غدرت به يا تيودومير؟ لو ضعفت لخانك ساعدك يا مولاي، فما بالك بمن ليس منك. لن تخونني يا تيودومير، فلن يخونني ساعدي. هيا إلى عرش طليطلة. إيكولونا! 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 انحني فإن لي أراك. إيكولونا! أنا هنا يا سيدي الدوق. أنت هناك وليس هنا. هل من خدمة أؤديها لك يا سيدي؟ تعالي. ألم تصلك أخبار جديدة؟ لا يا سيدي. ألم يصل ولدي بعد إلى طليطلة؟ ربما وصلها اليوم. نعم سيصلها اليوم، بل الليلة. نعم الليلة يصلها. أكاد أراه يغتصب عرش فندلوسيا كلها. نعم أراه. ماذا يدهشك في ذلك؟ إنني أستطيع أن أرى ولدي بلا عينين. أغلق أبواب القصر يا تودومير، لا أريده أن يفلت من يدي. التقينا يا ويزا تحتضران عرشك. كم؟
لا يا ويتز الإمبراطور، بقيت خطوة واحدة على الموت. أتعرفها؟ لا شك أنك تعرفها يا فاقع العينين. ما زلت تذكر ما فعلت؟ هكذا رقع الدوق العظيم، وهكذا حولت عينيه إلى حجرين، فلتذق ألما ذاقه الدوق العظيم. لا تقتلوه، دعوا الألم يقتله. هيا. أكان هذا الأعمى أباك؟ لا، بل أبي هو الكنت خولين. أبي لم يفعل شيئا، أقسم أنه لم يفعل شيئا. بل فعل يا جميلتي. أقسم أنه لم يفعل شيئا. أتدرين ما فعل؟ أنجب أجمل طفلة في الدنيا. ما اسمه؟ خادمتك فلوراندا يا سيد الإمبراطور. ما خلق الجمال إلا ليسيد أيها الكون. ما اسمك؟ خوليان يا مولاي. حاكم سبتة؟ نعم يا مولاي. أنت بالطبع في غاية الاستياء، جئت لتشهد نهاية إمبراطورك. ولأشهد بداية عهد تمنيناه يا سيد الإمبراطور. أنت تكذب سيدي. أنا أعرف ذلك، يدفعك الخوف إلى هذا، أعرف هذا. أتوسل إليك يا سيدي أن تترفق بأبي. بل ترفقي بي يا جميلتي. لا أستطيع أن أنظر تجاه أبيك إلا بالود طالما أنت بجانبه. هل يسمح لنا سيدي الإمبراطور بمغادرة بلاده؟ إذا كرهت رؤيتنا. عفوا يا سيد الإمبراطور، لم تقصد ما قالت. وأنا أقصد ما قلت. هل ترغبين في البقاء في بلاطنا كما كنت في بلاط ويتزا؟ أمرك يا مولاي. يأمر الجمال لا يؤمر. تفضلي حيث كنت. تودومير. لبيك سيد الإمبراطور. مر الحراس ألا يتعرضوا لبنات الأمراء، خاصة هذه الجميلة. تفضلي. ومرهم أيضا أن يقتلوا الأمراء الموالين لويتزا. سيدي. إلا أباكي. وأنت أعرف بها مني، يعرفها الله بالإسلام إن شاء الله. ما أقرب المدن إلينا؟ السوس يا أبا عبد الرحمن، وسنبني بها المسجد إن شاء الله. أواطئة السوس قدم مسلمة يا أبا رشد. أتاها عقبة بن نافع ونشر بها الإسلام، علم الناس ورحبوا بدين الله، ولكنهم أكرهوهم على الخروج من دينهم. خرج الناس عن الدين هنا يا طارق؟ والله ما خرج الإسلام أبدا من قلوبهم يا قصير.
خرجوا به في صدورهم إلى الصحراء خوفا من أعدائهم. من الذي أخافهم وأخرجهم؟ هناك قوتان ترهب البربرة أيها الأمير، طنجة وتتبع الدولة الرومية في بيزنطة ويحكمها أخيلة، والأخرى سبتة وتتبع الخوطة في الأندلس. لن يثبت دعائم الإسلام هناك من يحارب أهله. ما أقرب الفريقين إلى السوس؟ طنجة يا أبا عبد الرحمن. الذي بعث رسولنا بالهدى ودين الحق، لن تبني مسجدك إلا في طنجة يا صنعائي. هيا أعد الجيش للزحف إلى السوس ثم إلى طنجة إن شاء الله. لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله. مرحبا بك يا منيذر. مرحبا بك يا أخي. مرحبا بك يا أبا عبد الرحمن. أي ريح طيبة دفعت بك إلينا يا رجل؟ ريح الإسلام إن شاء الله. كيف حال الإسلام بأرض تقيم بها يا منيذر؟ يتسابق محبوه إليه يا أمير. قل لي، من أي البلاد أتيت؟ ما أتيت وحدي يا أمير. من أتى بك إذن؟ أتى بي أهل السوس. السوس؟ وصلت السوس؟ وصلنا الله بأهله. ما شاء الله، ما شاء الله. أتى بي أهل السوس لعلمهم بقدومك إلى أرضهم، مبايعين عاقدين العزم على الجهاد معك في سبيل الله. هل جمعوا رجالهم؟ جيش الله ينتظر الفتح إن شاء الله، وينتظر الخلاص من أعداء دين الله. أي فتح يشيرون به علي وينتظرون الخلاص بعده؟ طنجة يا أمير. طنجة. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله لا يهدين الله خطانا إليك يا طنجة، ولا يهدينك إلينا إن شاء الله. هيا يا منيذر. إلى أين يا أمير؟ ورؤساء القبائل يطلبون الإذن لمقابلتك. بل أذهب أنا إليهم يا منيذر. قطعوا الصحراء إلي، هل أظن عليهم ببعض خطوات؟ هيا يا رجل. ماذا؟ أعد ما قلت أيها القائد. المسلمون يا سيدي الحاكم. ماذا تعني هذه الكلمة؟ أي معنى لها يا ميلوبا؟ وماذا حدث لتنهج وترتجف هكذا؟ المسلمون في طريقهم إلينا يا سيدي الحاكم. في طريقهم إلى طنجة؟ نعم يا سيدي. إذن وجب عليك أن تقول إنهم في طريقهم إلى